اتفاقية جديدة أشرفت عليها وزارة الصناعة والمناجم في إطار استكمال مشروع تمويل المؤسسات العمومية الكبرى، وتتعلق اتفاقية اليوم الخميس الموقعة بين بنوك والشركة الوطنية للسيارات الصناعية للحصول على قرض من أجل تطوير الشركة ووضعها بشكل جديد. للشرف اليوم أن أترأس مع أخي وزميلي المجيد سيدي سعيد بحضور البنوك اتفاقية ذو الأهمية القصوى. Nous sommes en train de créer une nouvelle SMVI qui va venir se porter en aval sur toute une base mécanique qu'on a construite. SNVI, à travers la forge, à travers la fonderie, à travers la carrosserie, va permettre d'alimenter toutes ces entreprises. وتبلغ قيمة هذا القرض 92 مليار دينار، سيساهم في خلق نموذج جديد في ميدان الصناعة الميكانيكية في الجزائر. هو اللوك جديد يكون مع شركاء أجنبيين، شركاء لهم خبرة ولهم ريبوتاسيون يعني عالمية، كمرسيدس كرونو لأن نحن داخلين في رونو، وشركاء آخرين في مختصين في مثلا لافورج ولا في لافوندري. قرض لتطوير ينهج حوالي 90 مليار دينار جزائري. اعتماد الحكومة على مثل هذه المشاريع والاتفاقيات لتمويل المؤسسات والشركات الجزائرية بقروض هامة سيساهم في تقليص فاتورة الواردات التي أصبحت تثقل كاهل ميزانية الدولة.